السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتي. الان غادي نقدم لكم واحد الوصفه، او هي شهيوه من شهيوات الغداء او العشاء، اللي هي عباره عن بصله وزبيب مع الدجاج. نعم لاله مولاتي، على حقه وطريقه. مرحبا بكم. شوفوا معايا الان، عندنا هنايا الخرقوم، عندنا هنا الخرقوم، عندي هذا سكنجبير، الابزار، زريعة القزبور، قليل من الملحه، وواحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه مفرومين، وهذه اللي في الوسط هي القرفه. كلشي غادي نديرو منهم معلقه معلقه معلقه. من بعد كاين عندنا هنايا تقريبا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه، مخلط ما بين زيت المائده وزيت زيت العود، زيت العود هي هذيك. هنا عندنا البصله كبيره مقطعه مشلطه، هي اللي غادي نديروها مع الدجاج، اللي غادي نصبوا بها الدجاج. هنا كيف كتشوفوا عندي هنايا ثلاثه ديال الطراف ديال الدجاج، عندي هنا واحد الفخيط وواحد جوج ديال الطراف ديال الصدر. هنا غادي نبدا معكم التشرميله ديال هاد الدجاج، كيفاش غادي نشرملو وكيفاش غادي نصايب البصله اللي غادي ندير معاها الزبيب. وبالنسبه للبصله والزبيب، عندي هنايا قول واحد، عندي هنايا واحد ثلاثه د البصلات حتى لاربعه د البصلات، ومع الزبيب على حسب الكميه شحال ما بغيتو. المهم هنا تقريبا عندي قول كاس ديال الزبيب، كاس ديال الزبيب فزكتو، رقدته بشويه ديال الماء وغسلته مزيان وحيدت منه الماء. كيف كتشوفوا معايا، انا غادي ندير البصله، البصله داك اللي شلطت ديرها مع داك الدجاج، نضيف ليهم التوابل اللي درت، كأس الزيت، وما نساوش الربيع، نسيت ما قرطتوش ما بينتوش لكم في الاول، كان قرب منه واحد شويه ديال هذاك العويدات ديالو. ابخي هادشي اللي كيبقى لنا كنشدو بحال هكا، كنجمعو، كنربطو حتى تنديرو فاش كيقرب يغلي مزيان الدجاج، فاش كنبغي هذا نقفل على الكوكوط ديالي، ديك الساعة تندير معاه هاد الربيع هذا، وكندير الماء الكافي ابخي كنديرو على البوطة. وهانتوما معانا، من بعد ما ربط الربيع كنخليه جانبا، وكنزيد واحد الكويس ديال الماء باش كتقلى ليا الدجاج، كيتقلى لي مزيان، ومن بعد عاد كنضيف له الماء ديالو الكافي وكنقفل على الكوكوط. وبالنسبه للبصله والزبيب، كنحتاجو هنايا قلنا أربعة ديال البصلات ديال الزبيب مقطعين طوال كيف كتلاحظوا، درت معاهم واحد شويه ديال الربيع، ومعاهم شويه ديال الزبيب. بالنسبه للتبزيره اللي كنستعمل، عندي هنايا نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال الابزار، والملح على حسب الذوق، غادي دير بالنسبه للقياس، بالنسبه اللي ما تيبغيش يدير الملحه كثيره. وهنايا درنا معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه ديال التحميره. والزيت عندنا هنايا تقريبا ربع كاس ديال العنبه، زيت المائده. بالنسبه للزبيب هو الاخر، يعني حتى تنديروا هاد البصله كطيب مزيان، كتشحر مزيان، وكنضيفوا لها الماء الكافي ديالها، اللي هو تقريبا باش كطيب لنا البصله،
وعاد من بعد كنضيفو الزبيب وكنضيفو واحد جوج معالق ديال سنيده باش كتجيب لينا هذا كتجيبوا لينا معسل معسل بصله وزبيب كيجي معسل. وما ننساوش باننا كنضيفو عاد غادي نديرو الزبيب. هانتوما هو الشكل النهائي ديال البصله والزبيب. نعم يا لالا ها البصله والزبيب كي ولات معسله على حقها وطريقه. وانتظرونا في الشكل النهائي ديال التقديم.